أعزائنا الطلبة، أسعد الله صباحكم. اليوم إحنا في محاضرة علم الحيوان لطلاب الأحياء. إحنا اليوم راح نروح لوحدة جديدة اللي هي الأنيمال ديفلوبمنت، اللي هي صفحة 1041. أنيمال ديفلوبمنت صفحة 1041. أنا بعثت لكم اللي هي سلايدات، راح نحكي شوي عن سلايد ونحكي عن الكتاب. إذا بنبلش في سلايد اللي هي فيسز أوف إمبريونيك ديفلوبمنت. فيسز أوف الإمبريونيك ديفلوبمنت، حكينا هناك انه في 7 ستيبس للفيسز اوف امبريونيك ديفلوبمنت او الانيمال ديفلوبمنت. اول مرحله اللي هي بسموه الجاميتوجينيسيس، 2 فيرتيلايزيشنز، 3 كلافيج، 4 بلاستيوليشن، جاستيوليشنز، نيوريليشن اند اورجانوجينيسيس. اذا هاي اللي بسموها المراحل اللي هي مشان عمليه تطور الجنين ديفلوبمنت. Gametogenesis is the process by which the diploid germ cell undergo a number of chromosomal and morphological changes to form mature hybrid gametes. Animals produce gametes directly through meiosis in organs called gonads, male and female of species that reproduces sexually have different forms of gametogenesis. في عندي spermatogenesis male, in testes produce sperm, oogenesis female, in ovary produce ova. طيب شو المقصود في الجاميتوجينيسيس؟ هي عبارة عن عملية تخضع من خلال الخلايا الجرثومية المزدوجة لعدد من التغيرات الكروموسومية والمورفولوجية. هاي بتؤدي إلى تكوين الأمشاج، هي أحادية الصيغة الصبغية، حيث يتم إنتاج الحيوانات تنتج الحيوانات الأمشاج مباشرة من خلال الانقسام الاختزالي في أعضاء تسمى الغدة التناسلية. طبعا الحيوانات المنوية الذكور تنتج في الخصيتين، أما البويضات الأنثى فتتم إنتاجها في المبيض، يتم إنتاج البويضات. هذا بشوف عندي كيف تكوين سبيرماتوجينيسيس تكوين الاوجينيسيس. سبيرماتوجينيسيس نتيجة اللي هي اول واحد بصير عندي سبيرماتوجونيوم may divide by mitosis to form more spermatogonia. اول شيء بصير عملية primary spermatocytes، بصير تروح اللي هي meiosis 1 تعطيني ثنتين secondary spermatocytes، كل واحدة تنقسم إلى ميوسيس 2، كل واحدة بتعطيني إلى 4، كل واحدة تعطيني ثنتين، بالنهاية بنتج عندي نتيجة عملية سبيرماتوجينيسيس اللي هي سيل ديفرنشيشنز إلى سبيرماتيتس، يعني 4 سبيرم نتيجة هذا الانقسام، انقسام أو إنتاج اللي هي سبير نتيجة اللي هي سبيرماتوجينيسيس. أما نتيجة عملية الأوجينيسيس، نتيجة هاي اللي هي بتنتج عندي بويضة واحدة ماتشور ايج سيلز. اذا اوغونيوم بتعطيني برايمري اوسيست اللي هي عن طريق الميوسيس، بتعطيني الميوسيس 1، بتعطيني اول شيء سكندري اوسيست زائد بولار بادي. بولار بادي بتلاشى، بضل عندي السكندري اوسايت. بعدين بتدخل في الميوسيس 2 بتعطيني اوفوم أو الأوفام زائد بولار بدل، بولار بدل بتلاشى، بضل عندي أيضا فقط ماشور إكسلز. إذا نتيجة هذا الانقسام بصير عندي بس ماشور إكسل وأربعة فور اللي هي سبير. في شغلات بسموها الكومن تيرمز، أنا بحكي بس أول سلايدات اللي بعت لكم إياها على البورتال، بعت لكم إياها على الإيليرنينج. Animal pool, the pool end of the egg where yolk is least concentrated. Animal hemispheres, the hemisphere of the egg where animal pool is located. Vegetal pool is the pool end of the egg where yolk is the most concentrated. Vegetal hemispheres, the hemisphere of the egg where the vegetal pool is located. شو يعني هذا الحكي؟ بحكي لي انه بقول انه لكمية الغذاء او المح الذي يكون في البويضة الملقحة اثرا كبيرا في تحديد كيفية النمو الجنيني المبكر.
وما إذا كان هذا النمو سيشمل كل أرجاء الزايجوت وما ينتج عنها من خلايا، أم سيتحدد في جزء بسيط من الزايجوت فقط؟ معطيني أمثلة زي قنفذ البحر سي أورشينز وحيوان لا فقار يتميز بأن خلايا البيضة المتكونة في الجهاز التناسلي للأنثى تحتوي كميات قليلة من المح. عند الضفدع فروغ وفيه تحتوي خلايا البيضة كميات متوسطة من المح. الدجاج جيك فيه تحتوي خلية البيضة كميات كبيرة من المح. والإنسان تكون كمية المح في خلية البيضة قليلة إلا أن غراس الخلية في جدار الرحم الأم في المراحل الجنينية الأولية يمكنها الحصول على كميات كبيرة من الغذاء. طيب خلينا شوي نلخص اللي حكيناه. طيب نحكي حكينا قبل شوي عن مراحل تكوين النمو الإطار العام. أول شيء مرحلة تكوين الأعراس أو الأمشاج، حيث تتكون الحياة المنوية في الخصية في قصة الأب والبيضة في مبيض الأم، وذلك عن طريق الانقسام المنصف. اثنين مرحلة الإلقاح fertilization، هذه المرحلة يخترق الحيوان المنوي خلية البيضة ويعمل على تنشيط البروتينات والمواد الأخرى الموجودة في سيتوبلازم البيضة حافزًا إياها على البت بالانقسام المتساوي. حيث تنتهي عملية الإلقاح عند اندماج نواة الحيوان المنوي مع نواة خلية البيضة ويعود عدد الكروموسومات في البيضة المرقحة الزيجوت إلى عدد أصل 2N، وهو العدد المساوي لعدد الكروموسومات في الخلية الجسمية. كلافيج مرحلة تقسيم، وهي مجمل الانقسامات المتساوية لتصيب البيضة الملقحة ابتداء من انقسام إلى خليتين ثم أربعة إلى أن يصبح الجنين حويصلة أصليا بلاستوسايت أو بلاستولا أو قرصا أصليا بلاستو ديسك، أي مجموعة من الخلايا الناتجة في داخل التجويف هو الجوف الأصلي بلاستوسول. عندي مرحلة تكوين الجاسترولاشنز، حيث في هذه المرحلة يتم هجرة الخلية من مكان لآخر في الجنين وإحداث انغماصات في أجزاء من الجنين وبروزات في أجزاء أخرى، بحيث يشكل الجنين مكون للطبقات المنشأة الخارجية والوسطى والداخلية. راح يتكون من هاي العملية اللي هي الإكتوديرم والإندوديرم والميزوديرم نتيجة اللي هي مرحلة الجاسترولاشنز. عندي الأورجانوجينيسيس مرحلة تكوين الأعضاء، حيث في هذه المرحلة يتم تمايز الخلايا وإحداث تغيرات في أشكالها وتؤدي في النهاية تكوين أعضاء متكاملة. عند مرحلة النمو وتخصص الأنسجة، وهي المرحلة التي يتم فيها تكامل الأعضاء تركيبيا ووظيفيا، وهي تلي مرحلة سابقة في تكوين الجنين، تمتد بعد الولادة وتستمر إلى بعد البلوغ الجنسي للحيوان. طيب هلا هيك بدنا نرجع للكتاب بالأنيمال ديفلوبمنت، يعني هون احنا كلياتنا شرحنا شوي عن السلايدات كم واحدة عن السلايدات. راح نرجع للكتاب اللي هي صفحة اللي هي 1042، شايفين الفيجر عندي 47.2، نحكي عن مانع development events in the life cycle of frog. زي انتو شايفين عندي هون عندي embryonic development وعندي الميتامورفوسيس. شايفين embryonic development اللي هنا embryonic development يتكون عند الزايجوت، صار عملية الفيرتلايزيشن في السبيرم على الاكسر عند الزايجوت، الزايجوت صار له كلافيج، بعدين بعد الجرافيتي تكونت اللي هي بلاستيولا، بعدين جاستوليشن اللي تكوين ثلاث طبقات الاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم نتيجة جاستوليشنز، بعدين عندي تيل بود امبريو اللي هي الاورجانوجينيسيس، بعدين عندي هون مرحلة اللي هي ميتامورفوسيس بتكون عندي لارفال ستيج عند الادلت، والادلت بعدين بتكون عندي اللي هي سبيرم والاكسبيرم. المرحلة اذا هي عملية ديفلوبمنت ايفنتس ذا لايف سايكل اوف ذا فروغ. طيب هلا بنروح على fertilization and cleavage initiate embryonic development. fertilization مقصود the formation of a diploid zygote from a haploid egg and sperm. إذا عند hybrid egg hybrid sperm اللي هي 1N، وال fertilization اللي هي 2N تكوين الزايجوت. نتيجة اللي هي عملية تزاوج مع بعض الإيج مع السبيرم تكون اللي هي الدايبلويد اللي هي fertilization. إذا fertilizations أنا بحكي صفحة 1042، final change at the surface of the egg prevent bull sperm the entry of multiple sperm nuclei into the eggs. إذا بس عملية اندماج ما بين نواتين خلية البيضة والحيوان المنوي يمنع دخول أي حيوان منوي آخر. طبعا هاي حكمة رب العالمين، يمنع دخول أي حيوان منوي آخر.
ذلك بسبب عملية إلقاح فقط من سبيرم للبويضة. If the sperm were to occur, the resulting abnormal number of chromosomes would be lethal for the embryo. بنروح عند the acrosomal reactions. As soon as sperm hit contact the egg surface, molecules in the gelatin coat trigger the acrosomal reactions in the sperm. As it tells in figure 7.4, this reaction begins with the discharge of the hydrolytic enzyme from acrosome. إذا راح نحكي عنه شرح بعد شوي. الأكروسوم هي موجودة على الفوهد أو بداية اللي هي الحيوان المنوي. هي راح من خلالها ينطلق منها أنزيمات بسموها hydrolytic enzyme from the acrosome, a specialized vessel at the tip of the sperm. هاي الإنزيم شو وظيفتها؟ partially digest the gelatin coat. إذا بتكون عملية هضم الجيلي كوت الموجود حوالين اللي هي بويضة. Enabling a sperm structure called the acrosomal process to form, elongate and penetrate the coat of protein molecules on the tip of the acrosomal process, bind to specific receptors proteins in the ectoplasmic membrane. إذا بتشوف الفيجر الموجود عندي the acrosomal and cortical reaction during sea urchins. Sea urchins مقصود في قنفة البحر هون. The icon above is a simplified drawing of an adult sea urchins. The event following contact sperm and egg ensure that the nucleus of only one sperm enters the egg cytoplasm. إذا هون بصير عملية بس اندماج حيوان منوي مع البويضة. هون انتم شايفين ملخص لأربع مراحل. المرحلة الأولى بصير عملية الأولى contact the sperm contact the egg's gelatin coat. إذا الجيلي كود المحيط البويضة sperm contact. Second, وأنا بحكي في الـ sea urchins, acrosomal reactions, hydrolytic enzyme, بلش الانزيم بتشتغل, release from the acrosome, make a hole in the gelatin coat. The acrosomal process protrudes from the sperm head. شو بصير هاي هون الانزيمات أو الأكروسوم بصير penetrates the gelatin coat and binds to receptors in the ectoplasmic membrane. ثلاث, contact and fusions of sperm and egg membranes. Fusion triggers depolarization of the membrane, which acts as fast block to the polyspermy. مرحلة رابعة بسموها عملية الـ cortical reaction. Cortical granules fuse with the plasma membranes. The secreted contents clips of sperm binding receptors and cause the fertilization envelope to form. This act as slow block to polysperm. إذا هاي الخطوات اللي شايفين عندي هون كيف إنه الحيوان المنوي، الحيوان المنوي اللي موجود كروموسوم على بداية اللي هي مقدم الحيوان المنوي، بعدين بلش عملية كيف اختراع اللي هي الجيلي عن طريق اللي هي كروموسوم بروسيس عن طريق الهيدروليتيك انزيم. بعدين هيدروليتيك انزيم بتصير عملية اللي هي آخر شيء مرحلة الاندماج ما بين نواة الحيوان المنوي ونواة البويضة. وهون شايفين عندي سبيرم بايندينج ريسبتورز، عندي جيلي كود، عندي فيتاين لاير. إذا في هاي طبقات بتغلف البويضة، جيلي كود، فيتاين لايرز، هاي كلها بتصير عملية اختراق من قبل الحيوان المنوي. أيضا fertilization in mammals unlike هنا في بالنسبة للبويضة بالنسبة عند الماملز موجود في طبقة اسمها زونا بوليسيدا. unlike sea urchins and most of the marines invertebrate terrestrial animals including mammals fertilize their egg. إذا تشوفي fertilization in mammals the sperm shown here has traveled through the follicle cells and zona bullosida. إذا هاي الزونة بوليسيدا بعد ما اختراق بتعمل بلوك ممنوع دخول أي حيوان منوي آخر and has fused with this egg. Cortical reactions has begun initiating events that ensure that only one sperm nucleus enters the egg. إذا هون شايفين عند طبقة الزونة بوليسيدا the extracellular matrix of the egg.